ربع، مع تحيات ميشيل الصيفي، دعاء حمصي فرح والمخرج رودريك نمنو. العناوين. سيف الكورونا مسلط على الرغم من الفتح الجزئي للبلد. مفاوضات الصندوق إلى جولة ثانية تسبقها مساعي توفيقية بين وزارة المالية والمركزي، ودياب يغازل دول السدر. المشنوق يدعو جمهور رفيق الحريري لإعلان المقاومة السياسية للدفاع عن رئاسة الحكومة. ما خلق ولا بيخلق اللي بيقدر يحاكم الرئيس الحريري، يحلوا عنه بقى بضريحه. تحركات احتجاجية أمام قصر العدل ووزارة الاقتصاد، والتحقيق في الفيول المغشوش مستمر. الصين ترفض بدء التحقيق بأسباب انتشار الكورونا. انفتح البلد جزئيا متعايشا مع الكورونا التي تهدد الوضع الصحي بالانتكاسة في كل وقت، في ظل ما أظهر تعاطي المواطنين معها في اليوم الأول بعد إقفال الأيام الأربعة من خرق قواعد وإجراءات الحماية لجهة التباعد ووضع الكمامات، وصولا إلى تسرب الإصابات بين العائدين. العلاج للكورونا القائم على الرقابة الذاتية والمحاصرة المناطقية انسحب في جزء منه على الملف المالي والتفاوض مع الصندوق، عبر السعي إلى محاصرة التباين الداخلي بين وزارة المالية والمصرف المركزي بشأن الخطة المالية والاقتصادية قبيل انعقاد جولة التفاوض الثانية. إصلاح ذات البين لن يكون كافيا أمام ما يتهدد الحكومة من تجاذبات أخرت ملف التعيينات والتشكيلات القضائية وتعيين الهيئات الناظمة، ولا سيما في الكهرباء، وصولا إلى دخول ملف وقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في البازار السياسي وربطه بتطبيع العلاقة مع سوريا وفق رغبة حزب الله. وهذه نقاط سلبية على الحكومة لا تريحها في عملية التفاوض مع الصندوق ولا مع دول السدر، على الرغم من سعي رئيسها إلى مغازلتها ببعض الوعود الإصلاحية السريعة أو تخفيض القيمة المالية للمشاريع المطلوبة. تنطلق اليوم الجولة الجديدة من المفاوضات بين الفريق اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي، وبمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سليمة، الذي سيعرض الأرقام والوقائع المتعلقة بواقع المصرف المركزي. واستعدادا لهذه الجولة، عقد لقاء في وزارة المالية جمع مسؤولين في الوزارة ومسؤولين في مصرف لبنان للبحث في الخطة المالية التي يستند إليها لبنان في طلبه المساعدة من الصندوق. ماليا أيضا، يعقد اجتماع اليوم في السرايا لسفراء الدول المشاركة في سدر لعرض جديد للمشاريع. وفي المعلومات أن العرض الجديد خفض القيمة المالية للمشاريع المعدة من 11 مليار دولار إلى نحو 5 مليارات بسبب تراجع عدد من الدول عن التزاماتها بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. وتطورات مؤتمر السدر وكيفية تطبيقه والتجديد لليونيفيل محور بحثا بين وزير الخارجية نصيف حتي والسفير الفرنسي برونو فوشي. رئيس الحكومة حسان دياب ترأس اجتماعا لعرض استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، وخصص لعرض تفاصيل الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مشاكل الحدود في لبنان وكيفية إدارتها ووضع ملاحظات الأجهزة الأمنية عليها وتنسيق فيما بينها، تمهيدا لعرض خطة شاملة لتنفيذها بما يتلائم مع مطالب المجتمع الدولي لجهة ضبط الحدود، إضافة إلى عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع. وتعالج الاستراتيجية الموضوع جانبين، الأول يتعلق بالتهريب على الحدود والثاني بكيفية إدارة الحدود. النائب هادي أبو الحسن غرد كاتبا في خضم النقاش مع صندوق النقد الدولي، يبرز موضوع دمج المصارف بقوة. هذا خيار سيزيد من معدل البطالة ويفاقم الأوضاع ويرفع عدد العائلات المنكوبة ليتخطى 400,000 عائلة، وسيؤدي إلى آثار سلبية على آلاف الموظفين وأسرهم. وقال إن أي حلول لا تأخذ بالحسبان الجانب الاجتماعي الإنساني هي خطيئة كبرى.
الكباش بين المصارف والحكومة، هل يصل إلى التصعيد والإضراب؟ تقرير مجد العيد. وسط الغليان الاقتصادي والمطلبي، أعلن وزير المال عن ضرورة خفض عدد المصارف، فانضم ما يقارب 25,000 من الموظفين فيها إلى الخائفين على مصيرهم. رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري انتقد هذا الأمر عبر إذاعتنا. إذا بدهم ينزلوا عدد المصارف للنص، ولا بدهم ينزلوا 10، ولا بدهم ينزلوا 40، هيدا الموضوع بيرجع لإمكانية استمرار والتزام كل مصرف بالمعايير اللي بيحطها مصرف لبنان والمعايير الدولية. في قانون للدعم الصادر سنة 1992، هذا الوحيد يلي بينظم العلاقة بقصص الدمج. الحكومة اللبنانية بدون ما ترجع للمصارف وبدون ما تعمل المجلس المركزي يلي هو بده ياخد القرار إذا هالبنك بيضل ولا هالبنك لازم أنه يتصفى ولا هالبنك أنه لازم أنه يندمج، بيطلع معالي الوزير وحتى الحكومة مجتمعة، يعني هذا قرار عم بيتاخد أنه نحن بدنا ننقص العدد للنص. هالأمر من الآخر، هالأمر ما بيصير. وعن الخطوات التي سيقومون بها وما إذا كانت ستصل إلى الإضراب المفتوح، قال الخوري: أكيد لمن بدها تبلش هالعملية فليدرك الجميع بأن القطاع المصرفي مقفل وما حدا بيفوت لا يعرف شو فيه بقلب نظامه المحاسبي ولا بقلب نظامه المعلوماتي قبل بأنه نحن نعرف حالنا أي اتجاه رايحين. أن يصير القرار قسرا هذا ما بيصير، نحن بنظام حر وملكية الأفراد محفوظة ومقدسة. وفق إحصاءات مصرف لبنان، هناك 47 مصرفا تجاريا و16 مصرفا للتسليف المتوسط والطويل. وتساءل رئيس نقابة موظفي المصارف عن سبب العمل على تصغير حجم القطاع المصرفي، وهو قطاع خاص لا يكلف الدولة فلسا، دون تنظيم ومعالجة الأمور الأخرى. مجدلين عيد، صوت لبنان. عندما يستند رئيس الحكومة إلى مقال في الواشنطن بوست يشيد بنجاح الحكومة في مواجهة الكورونا، لكن ما أورده المقال أكثر بكثير. قراءة مع الدكتور جورج يزبك. من حق رئيس الحكومة أن يستنجد بما كتبته الواشنطن بوست عن نجاح الحكومة اللبنانية في مواجهة كوفيد 19، لكن في متن المقال ذاته تذكر الصحيفة أن لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، وأن المودعين يرون بأم العين أن مدخراتهم تتبخر، وأن الليرة التي حافظت على سعر صرف ثابت إزاء الدولار منذ العام 97 فقدت 60% من قيمتها في غضون أسابيع قليلة، وأن البطالة بلغت مستويات عالية، وأن 45% من العائلات تعيش في العوز المدقع. وما لم يذكره المقال الذي استند إليه الرئيس دياب والمنشور في 13 من هذا الشهر، أورده مقال آخر للواشنطن بوست نشر أمس الأحد، وفيه أن اللبنانيين المعروفين بضيافتهم وغنى موائدهم صاروا عاجزين عن شراء المواد الغذائية لارتفاع أسعارها الجنوني، فسعر اللحم تضاعف، وكذلك سعر البندورة المكون الأساسي في التبول كما تقول الواشنطن بوست، لدرجة أن السيدات صرنا يشترين بالحبة. وهل سمع رئيس الحكومة هذا المواطن الطرابلسي الذي شكى للصحيفة الأمريكية عدم قدرته على شراء الحلويات في رمضان؟ أو هذا المواطن الذي درج على إجراء اتصال يومي باللحام لمعرفة ما إذا كان السعر قد عاد إلى ما كان عليه ليتمكن من شراء أوقية واحدة؟ الواشنطن بوست لم تنسى أن تذكر بأن وجبات الإفطار تتكون من اللحم والبندورة والأرز والقلوبات، وأيضا تحتاج إلى طهي على الغاز، وكلها لم تعد في المتناول. ما كان على رئيس الحكومة أن يستند إلى الواشنطن بوست لأن الشهادة للحكومة بكورونا ألغتها مشاهد البؤس والفقر، إلا إذا كان سيطلب من الناس أكل البسكوي لعدم توفر الخبز.
ينعقد مجلس الوزراء في بعبدا غدا، حيث سيبحث في قرارات متعلقة بالتعبئة العامة وإنهاء العام الدراسي عن بعد وعمليات الترفيع وإعطاء إفادات لطلاب الشهادات في الصفوف النهائية. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا من جهته هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل. أطلقت وزيرة العدل ماري كلود نجم دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد، وأشارت الوزيرة نجم إلى أن إطلاق الدليل يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتعزيز الثقة الدولية بلبنان وتمهيد الطريق أمام التعاون الدولي المتبادل في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد. النائب نهاد المشنوق انتقد ما يحصل من تسريبات وفتح ملفات على علاقة بالرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه محاكمة إعلامية وإدانة إعلامية للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما خلق ولا بيخلق اللي بيقدر يحاكم الرئيس الحريري، يحلوا عنه بقى بضريحه، لحقينه لهنيك عندهم عقدة منه ما راح تخلص رغم كل هذه السنوات اللي مرت، وبعدنا منقضيها كل يوم كل يوم كل يوم نفتح ملف جديد له علاقة برئيس استشهد من أجل سيادة لبنان واستقلال لبنان وحرية اللبنانيين. ما حدا بيطلع له. صار الوقت أنه جمهور رفيق الحريري هذا يعلن المقاومة السياسية لكل الارتكابات اللي عم تصير، ويدافع عن حقوقه، يدافع عن رئاسة الحكومة، عن صلاحياتها، والوقف بوجه الاعتداءات المتمادية عليها من سنوات حتى الآن، وما يفوتوا بالخلافات السياسية وبالخلافات الأهلية وبالخلافات العائلية، ما يضيعوا وقتهم. ما في شيء اسمه بهاء الحريري بالسياسي. رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في قرار وزير التربية لجهد ترفيع التلاميذ من دون الأخذ بعلاماتهم المدرسية مفاجأة غير سارة، محذرا عبر صوت لبنان من أزمة الأقساط. فوق 15,000 زميلة وزميل ما عم يحصلوا على الرواتب. كان الأحرى نعم يعني وزارة التربية تلاقي حل شامل، لأنه نحن هيدي مشكلتنا القوية هلأ، كمان انتهت عند الطلاب، انتهت عند الأهالي، بس ما انتهت عند المعلمين، وأكيد ما انتهت عند المدارس. بما يخصنا نحن، الأهمية الكبرى هلأ عطينا لرواتب المعلمين، ورح يكون عنا أصلا يعني مؤتمر صحفي وتحرك إذا ما التقى الحل المناسب. البروفيسور يوسف فخري أكد لصوت لبنان أن فيروس الكورونا لن يختفي كليا والوقاية ضرورية. الفيروس موجودة، مش بلمحة بصر خلاص راحت، موجودة، وبس تلاقي الظروف المؤاتية رح ترجع تطلع، مش مسألة موجة أولى وموجة ثانية وموجة ثالثة. هلا الشروط عندنا نحن بلبنان الطقس بيساعد إنه ما تنتشر بسرعة، دفاع الجسم يعني ريزيستانس كونتر الفيروس أكيد رح يؤدي عن حسارة، بس مجرد ما نحن ناخذ الوقاية اللازمة وننتبه ما فينا نحجر البشر كله. تستمر المرحلة الثالثة من إجلاء اللبنانيين من الخارج، وتصل تباعا اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي 7 رحلات من لارنكا، رياض، باريس، مسقط، أبوظبي، دبي ولندن. وخضع ركاب رحلة اليوم لفحص PCR قبل 3 أيام، وبالتالي لم يسمح بصعود أي راكب جاءت نتيجته إيجابية. إلى ذلك أعلنت إدارة كازينو لبنان أنها ستلتزم بالإقفال، مستغربة شمول قرار وزارة الداخلية المحال المخالفة للقانون والامتياز كازينو لبنان، وتخوفت من تشريع الألعاب غير الشرعية، لافتة إلى تقاعس الدولة عن الالتزام الموقع في العام 2007 بإقفال كل محلات الميسر المخالفة. استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور إلى إفادة مدير المختبرات في معمل توليد الكهرباء في دير عمار منذر منقارة في إطار متابعة التحقيق في ملف الفيول المغشوش. تحرك أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة. تراز الخولي. ثورة 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 ويلا انزل على الشارع، هكذا عاد الثوار أمام قصر العدل في بيروت ليطالبوا باستعادة الأموال المنهوبة. الثوار
الثوار رفعوا الأعلام اللبنانية وشعارات تطالب بنزاهة القضاء، واللافتات شددت على ضرورة توقيع مرسوم التشكيلات القضائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى. نحن اليوم جايين ندعم ونشد على إيدين القضاة النزيهين الشريفين بهذا البلد يلي موجودين إنهم ما يخافوا ويوقفوا ويحكموا ويبتوا بالدعاوى ويبتوا بدنا نحاكم الفاسدين. اليوم نحن عم ندعي لاستقلالية القضاء، نحن مع فصل السلطات، نحن مع تطبيق الدستور، نحن مع أهمية هيدا عمود أساسي لبناء وطن. نحن بنايت أوطان ولم ما بتبنى الأوطان إلا إذا حكمنا الفاسدين وما منحاكم إلا بتطبيق القانون. بالنسبة لنا مدخل الحلول كلها سوا بلبنان، مدخل الإصلاحات كلها هو استقلال القضاء وقانون استقلال القضاء، لأنه قانون استقلال القضاء واستقلال القضاء هم يلي قادرين يحققوا اليوم استعادة الأموال المنهوبة، محاكمة الفاسدين، إعطاء كل حق حقه. الثورة مستمرة حتى تحقيق المطالب، اليوم أمام قصر العدل وغدا في مختلف القطاعات ولسان حال الثوار كلهم يعني كلهم. من أمام قصر العدل في بيروت، تراز الخوري، صوت لبنان. عشية عيد الفطر، تجار شارع عزمي في طرابلس يشكون من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. التفاصيل مع روعة الرفاعي. كما كان متوقعا فإنه في الظاهر انتظروا قرار الحكومة بفتح محلاتهم التجارية وعودة الحياة إلى طبيعتها عشية عيد الفطر، لكن في المضمون هم على يقين تام بأن شيئا لن يتبدل في أوضاعهم التجارية المنهارة. هكذا هو حال تجار شارع عزمي الشريان الأساسي للحركة التجارية في مدينة طرابلس. فماذا يقول رئيس جمعية التجار طلال بارودي عن الحركة قبل حلول عيد الفطر؟ نحن كتجار ما فينا نتأمل خير يعني، وبالنهاية في علامة استفهام اللي احنا كتجار شو المستقبل تبعنا وشو مستقبل البلد بشكل عام. ما فينا نضل احنا نشتغل بهالطريقة والدولار طالع طلوع يعني، وما في أفق لأي حل صراحة. محلات أقفلت آخر ستاتستيك صار من حوالي شهرين 27%. بعتقد بعد العيد رح نلاقي رقم كمان تصاعد يعني، بس احنا بتوقع انه بتكر بيوصل ل 35%. العالم كانت ناطره كثير انه تسكر بعد العيد على اساس يشتغلوا شوي بالعيد وبعد بيسكروا بعد العيد. داخل السوق ما من حركه زبائن معهوده كما في السنوات السابقه وقبل ايام من عيد الفطر، والسبب في ذلك ليس فقط خوف الناس من الكورونا انما عدم وجود الاموال لديهم لشراء حاجياتهم. عمر نابلسي المسؤول عن اعرق المحلات التجاريه في شارع عزمي يؤكد ان استمراريه التجار من الصعوبه بمكان مما قد يحملهم على اقفال محلاتهم. إذا بحياتها ما وصلنا لهالمواصيل يعني، بأيام الحرب، بأيام تباني وجبل، أيام كل شيء مرق على مدينة طرابلس يلي هلأ عم بمر بحياته ما شفناه. الحل عند الدولة وعند المسؤولين، الحل منه عند الشعب. الحل يرجعوا يسهلوا معاملات العالم بالبنوك، العالم عم تنزل عبوي بالبنوك يعني. نحن كتجار إذا بس بتمرق الصبح على البنوكي بيسود نهارك ما بعرف فيك تكملي اليوم. عشية عيد الفطر مشهد سوداوي يخيم على التجار والزبائن في طرابلس بانتظار أن يثبت العكس في الأيام المقبلة. من طرابلس روعة الرفاعي، صوت لبنان. موزعو الخبز اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة احتجاجا على تسليمهم ربطة الخبز زينة 1000 جرام ب 1500 ليرة من الأفران. في صيدا سجلت حركة ناشطة بعد فتح الأسواق والمؤسسات التجارية والصناعية أبوابها، كما سجل ازدحام خانق أمام أبواب المصارف وشركات تحويل الأموال. في البقاع تم ضبط لحوم فاسدة وإقفال ملحمتين ومزرعة أبقار بالشمع الأحمر. عثر صباح اليوم في بلدة عرسال على شاب ميم ميم 21 عاما جثة على سقف منزله. نقلت الجثة إلى مستشفى الرحمة في البلدة حيث عينها طبيب شرعي وبشر مخفر عرسال تحقيقاته. كورونا العالم بعد الفاصل. في منشات المساء ليوم الاثنين، الحكومة والصندوق، هل لعبة الطاولة من الند للند؟ ومن سيحشر الآخر في بيت الياك؟ الحكومة والدولار، هل تسبقه بإجراءاتها أم يحاصرها بناره؟ القراءة مع مدير معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية للسياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور ناصر ياسين. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح.
اعتدى وباء كورونا على الأقل ب 314 ألف شخص حول العالم، فيما سجل أكثر من 4,800,000 إصابة. وفي الولايات المتحدة تم تسجيل 820 وفاة في الساعات 24 الماضية، وأعلنت البرازيل عن 485 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16,118. وفي وقت سجل السودان 8 وفيات جديدة و302 إصابة، أعلنت تايلاند عن 3 إصابات جديدة من دون وفيات. وفي حين أعلن المركز الروسي لمكافحة كورونا تسجيل 8,936 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 290,678، سجلت الهند من جهتها أكثر من 5,000 إصابة و157 وفاة في الساعات الأخيرة. سجلت إيران 69 حالة وفاة و2294 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. وزارة الخارجية الصينية أعلنت اليوم أنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار كورونا ومصدره، وأوضحت أن الغالبية العظمى من دول العالم تعتقد أن الوباء لم ينتهي بعد. واليوم أعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بعد أكثر من شهرين من الإغلاق، كما فتح موقع أكروبوليس الأثري في اليونان أبوابه للزوار. أحد أبناء الرئيس الأمريكي إيريك ترامب اعتبر أن فيروس الكورونا خدعة وسيختفي بطريقة سحرية بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في تشرين الثاني المقبل، واتهم في مقابلة مع محطة فوكس نيوز بشكل غامض الديمقراطيين بتصنيع الكورونا، ورأى أن الديمقراطيين يهدفون من خلال تفشي الكورونا إلى إجبار والده على تعليق الحملات المؤيدة له في الانتخابات الرئاسية. دانت محكمة إسرائيلية أحد المستوطنين بارتكاب جريمة قتل عائلة الدواباشة الفلسطينية في بلدة دوما بالضفة الغربية منذ 5 سنوات. أعلن المرصد السوري مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية بعد انفجار استهدفه في ريف دير الزور الشرقي. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات في ولاية غزني شرق أفغانستان. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. يستمر الجو حارا جدا وجفا، الحرارة على الساحل تلامس 36 درجة وتصل إلى 39 درجة في أقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية، فيما تبقى الرطوبة متدنية. كان في هذه النشرة سيف الكورونا مسلط على الرغم من الفتح الجزئي للبلد. مفاوضات الصندوق إلى جولة ثانية تسبقها مساعي توفيقية بين وزارة المالية والمركزي، ودياب يغازل دول السدر. المشنوق يدعو جمهور رفيق الحريري لإعلان المقاومة السياسية للدفاع عن رئاسة الحكومة. ما خلق ولا بيخلق اللي بيقدر يحاكم الرئيس الحريري، يحلوا عنه بقى بضريحه. تحركات احتجاجية أمام قصر العدل ووزارة الاقتصاد، والتحقيق في الفيول المغشوش مستمر. الصين ترفض بدء التحقيق بأسباب انتشار الكورونا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.